المعريض هي مناسبة للاطلاع على المستجدات فيما يخص التطوير وفيما يخص التنمية نتاع هذه الشجرة والسلسلة نتاع الأركان، جميع الحلقات لا فيما يخص الإكتار في المنتوج في الإنتاجية وفي المنتوج وعبر توسيع ديال المساحات، وكذلك تنويع نتاع المنتوجات نتاع المواد لتثمين يعني الأركان. وحنا شفنا بأنه التقنين نتاع التصدير خلى باش القيمة المضافة كتبقى عندنا على الصعيد الوطني وطلعت يعني هاد القيمة. وكذلك شفنا بأن المساحات اللي مزروعة تزادت تقريبا 10,000 هكتار، واللي مشينا من الأركان الغابوي الأركان يعني الفلاحي، وهذا كيعطي واحد يعني النفس جد مهم فيما يخص توسيع ديال المساحات. وقعنا في يعني المعرض الدولي ديال مكناس واحد عقدة البرنامج بين الدولة والفيدرالية البيمهانية بواحد المبلغ ديال 3.5 مليار ديال الدرهم من هنا ل 2030، واللي غادي تكون يعني هي العقدة اللي كتخلينا ننزلوا البرامج والمشاريع اللي مسطرة في استراتيجية الجيل الأخضر فيما يخص شجر الأركان، واللي غادي تعزز التنظيم نتاع الفيدرالية واللي يدخل فيها كل الفاعلين إن شاء الله، وكذلك تعزيز ديال القدرة ونتاع تثمين ديال هذا يعني الزيت ولا المواد الأخرى. وخصوصا بغينا تعاونيات النسوية واللي كتكون تقريبا 50% من المنخرطين في الفيدرالية يكون يحصلوا على واحد القسط من هذه القيمة المضافة اللي كتزاد في الأركان ترجع لهم، ويكون تطوير يعني ديال التقنيات والعمل ديالهم يكون أقل يعني صعوبة يعني عبر التحديث وعبر التكنولوجيا الحديثة. تقنية التصدير يعني كان اليوم الأركان كان كيتصدر يعني كخام كمادة خامة وكتمشي فراك. اليوم احنا درنا القانون باش ما يدارش بهذا التصدير، يدار التصدير عبر يعني الأركان اللي في القنينات واللي ما تفوتش 5 ديال الليترات، وهذا الشيء يجعل بانه التثمين ديالو يبقى في بلادنا ما يمشيش حتى لبرا عادي يتثمن، ودوك القيمه المضافه كتزاد. وشفنا شحال القيمه ديال عبر يعني سنه القيمه المضافه تزادت لانه هذا التثمين دار على الصعيد الوطني وبقى علينا وكيستافدوا به كذلك الفاعلين ديالنا على الصعيد الوطني.